إلى كنت كتاب أنا بغيت تتم هذه الدروس ما عليك غير تحفظ التعليقات وتضغط على لا سويت دي فيديو. بالتوفيق. شاري من زازامي إن شاء الله في الفيديو هذا غادي نتكلمو على كومو أون بو إكخيغ لو سيمبول دو شاك إيون. إذا الطريقة عرفناها في الفيديوهات السابقة، ولكن الآن غادي نزيدو ناخدو بعض الأمثلة اللي شوية فيها بعض التحدي وبعض الصعوبات، نحاولو نفهمو المسألة بشكل أكبر. إذا في هذه الحالة هذه اللي عندي في الصورة، عندي ذرة ديال الألمنيوم بيان سيغ، ذرة الألمنيوم في النواة ديالها عندي 13 شحنة موجبة، وخارج النواة بيان سيغ عندي الإلكترونات، عندي 13 إلكترون بيان سيغ. هاد لي إلكترون هادو كيحملو ليا شحنة مادة سالبة، سي كلير. هادشي ديجا عرفناه وديجا قريناه وديجا تكلمنا عليه في الفيديوهات السابقة. إذا شوف معايا شنو غادي يوقع لهاد الذرة هادي، شنو غادي يوقع ليها؟ غادي تفقد 3 ديال لي زيليكترون. كانوا عندها 13، شحال غادي يولي عندها الآن؟ غادي يولي عندها غير 10 ديال لي زيليكترون. علاش؟ بحيت هي فقدات في هاد الحالة، فقدات 3 ديال لي زيليكترون. إلا حسبت هادو غادي تلقاهم 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، سي كلير. دونك بما أنها فقدات، فحنايا ما بقيناش كنسميوها اتوم، ولينا كنسميوها ايون، ولينا كنسميوها ايون. اذا الايون شنو هو الايون؟ هو اي ذره فقدات او اكتسبت الكترونات، وفي الحاله ديالنا فهي فقدات، سي كلير. اجيو دابا نكتبوا الرمز ديال الايون هذا. اذا الى عقلتو تكلمنا على جوج ديال الخطوات الاساسيه. الخطوه الاولى كنكتب الرمز ديال الذره. اذا شنو هو الرمز ديال الذره ديال الالومنيوم؟ بيان سي غير معروف، هو ال. إذن هذا هو الرمز ديال الذرة ديال الألمنيوم. وشناهي الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية هو هنايا في المكان هذا في الأعلى على اليمين كنكتب ماذا؟ كنكتب لي شارج ديالي، لي شارج سواء كيكونو بوزيتيف ولا نيجاتيف على حسب السيتياسيون ديالي. إلا الذرة فقدات فأنا كنحط واحد الشارج بوزيتيف، إلا الذرة اكتسبات فأنا كنحط شارج نيجاتيف، سي كلير. في الحالة ديالي بيان سيغ راها فقدات بيرت، سي كلير. دونك راها فقدات 3 ديال الالكترونات، دونك غادي ندير ماذا؟ شارج بوزيتيف. ولكن نطرح واحد السؤال اخر، شحال فقدات؟ واش فقدات غير شحنه وحده سالبه؟ لا، فقدات 3 شحن سالبه. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نزيد واحد العدد ديال الشحنات اللي فقداتو. فهم الفكره؟ دونك في الحالة إلا فقدت وحدة فأنا كندير غير زائد، إلا فقدت جوج فأنا كندير جوج زائد، إلا هي فقدت ثلاثة فأنا كندير ثلاثة زائد، وإلا هي فقدت ربعة فأنا كندير ربعة زائد. فهم الفكرة؟ إذا دائما طريقة كتابة الأيون كتكتب على هذا الشكل، هذا كتكتب الرمز هو الأول، وكنتبعوه معنا كنتبعوه بعدد الشحنات اللي فقدات الذرة أو اللي اكتسبتها الذرة مع الإشارة ديال الشحنة بيان سيغ. إلا هي فقدات فاحنا كنديرو الزائد، ولا هي اكتسبت فاحنا كنديرو الناقص. أجي نشوفو المثال الثاني. شوف معايا المثال الثاني اللي هو هذا. إذا في هذا المثال هذا عندي الليثيوم، عندي الليثيوم، ذرة الليثيوم، ذرة الليثيوم هي هذه، فيها 3 شحن موجبة في النواة، وفيها 3 ديال الإلكترونات كدور حول النواة كيف ما كتشوف هنا في الصورة. إذا في هذه الحالة شنو وقع ليها الذرة هذه؟ بيان سيغ فقدات إلكترون. إلا شفتي هنايا عندها ضربة ديال ليزيليكترون، وهنايا أستاذي شحال عندها؟ واش عندها 3؟ نو، عندها غير 2 إلكترون. إذا كيفاش كنستطيع نميز ليزيليكترون في الذرة؟ راه هما اللي عندهم هاد الإشارة السالبة وكيكونو كيدورو على النواة. إلكترونات هي عناصر صغيرة كتدور حول النواة، تورن و تور دي نوايو، سي كلير. دونك شحال فقدات هنايا؟ بيان سيغ فقدات ان الكترون، فقدات ان الكترون. بما انها فقدات فحنا مبقيناش كنسميوها اتوم، حنا مبقيناش كنسميوها اتوم، ولينا كنسميوها ايون. اجي نديرو الرمز ديالها. دائما كنبدا بالرمز ديال الذرة اللي هو الليثيوم، لان هو هذا معروف الليثيوم. وشنو خصني نزيدلو هنايا؟ نزيدلو لا شارج. بما انها فقدات فالور كندير زائد، سي كلير. فانا كندير
زائد. دونك شحال فقدت ديال لا شارج؟ واش فقدت 6، واش فقدت 4، واش فقدت 3 بحال المثال السابق؟ في الحالة هذه فقدت غير واحد، دونك ما كندير حتى شي حاجة. دونك واخا ندير هنا واحد، سواء درتو سواء ما درتوش راه الجواب ديالي صحيح، ولكن يفضل ان الواحد بلا ما تكتبو. سي كليغ؟ الا انت يا كنتي الحالة فقط في واحد، فقدت الذرة واحدة ولا اكتسبت واحد، دونك انت لا داعي انك تكتب واحد حدا الشحنة أو حدا الرمز ديال الشحنة. سي كليغ؟ إذن هذا هو الرمز ديالي ديال أيون الليثيوم. باش نشوفو المثال الأخير ديال ذرة ماذا؟ ذرة الأكسجين. ذرة الأكسجين عندي هنايا في النواة 8 ديال الشحن الموجبة، وعندي هنايا 8 ديال لي زيليكترون، ديال 8 ديال لي زيليكترون. إذن شنو وقع ليها هاد الذرة ديال الأكسجين؟ هادي راه ذرة الأكسجين. شنو وقع ليها؟ اكتسبت 2 إلكترون. بما أنها اكتسبت، واش بقات عندها 8؟ لا، ولاو عندها دابا 10 ديال لي زيليكترون، ولاو عندها 10 ديال لي زيليكترون. سي كلير؟ دونك هاجو نكتبو الرمز دابا ديال الأيون ديال ذرات الأكسجين. إذا غا دائما الأكسجين الرمز ديالو معروف اللي هو أو، قلتو لي دونك هو أو. شنو بقى ليا؟ بقى ليا هنايا نكتب إشارات ديال لاشارج ديالي. إذا بما أنني في هاد الحالة الذرة ديالي فهي اكتسبات وما فقدتش، دونك شنو غادي ندير؟ إشارة ناقص، لأنه إلا الذرة اكتسبات فأنا ما كنديرش زائد، كندير ناقص. رجعنا لا ديفينيسيون، راه ممكن نبينوها وراه ديجا شرحناها. دونك شحال اكتسبات؟ اكتسبات 2، دونك غادي نزيد 2 هنايا، اللي كدل على أن هناك 2 شحن سالبة، أن الذرة فيها 2 شحن سالبة إضافية، وأن الذرة غير متعادلة كهربائيا. سي كليغ؟ ألور هذه هي الطريقة كنا قال عليها، كنمشي بهاد الخطوات هادو. الخطوة الأولى وضع الرمز، الخطوة الثانية شوف الذرة واش فقدات ولا اكتسبات. إلا اكتسبات كندير الزائد، إلا فقدات، إلا فقدات كندير الزائد، إلا اكتسبات كندير الناقص، وكنحسب عدد الذرات اللي فقدات وعدد الذرات اللي اكتسبات. إذا كانت غير وحدة فأنا ما كندير حتى حاجة، إذا كانت 2 كنكتب 2، إذا كانت 3 كندير 3، إذا كانت 4 كندير 4، أنسي دو سويت جيسكا لا فان، حتى كنساليو ليكزارسيس ديالنا. إذا كان هذا واحد التمرين شامل، نتمنى تكونوا استوعبتوه باش تفهموا طريقة كتابة الرموز الخاصة بالإيونات. سي كليغ؟ على بروشان فيديو إن شاء الله.